نظامك مدحوين حسن شاق أيا ولسي ودا تلابوين كوكو قنعنايو قنح استدى مقالة مقدشو إيادو الرور مالموت كور لقاضي تلابوين لغو حالينايو أقبادها بچاجتا أيا دين عكالي حالي قولها وزيرا دي دولة فدرالكا الصومالية وحي سو سارين قوام اللي حريرا ولسي دا قالي كجرا دكد مقالة مقدشو قوام دان وحكم دا كو لعقي قعمها بدا لغو قادي جري أي قرار حكومة دي لغو جوجيي وحان الأمري إن دمان لعقها لغو شبو قصنا دمي دي سني دولده يدو لراعا يوغو أنكي حكومة دي ريز الوزاري حسن علي قيري صوبحي سنة كي لابو كوني ساقالي طوان لابو أديق إسكانكا إيدي كده يالا إلا مريا كنتين الرادة أي قيمي سلا ديمي كنتم بقول كيبا إسكانكا أي كنتين الرادة أفرتن كفيدة وحالاق قادي جري أفرتن دولار halka kuwa labaatan ka fiidahan laga qaadi jiray $30 wixii maanta ka dambeeya containerada 40 ka fiidaha waxa laga qaadi doonaa $20 halka kuwa labaatan ka fiidahan laga qaadi doono $15 sadah golaha wasiiradu wixii xalay baabiyeen laba heshiis oo labaduba kamid ahaa adeegada dakada la xiriira mid waxa uu ahaa adeegga dakada containerada kaas وان ولي دا غنقلين وحاساي شركة دا غندراس كلاسي يهرو شاعسي إن كنتين ردع فرتن كفيدة يكو داقي دونتو شاني لباتن دولار حالك أي كنتين ردع لباتن كفيدة هنكو داقي لهايين لباتن دولار جيبي هامبا هشيس كان وان لبابيي سيداي شاقن قولها وسير دا وحاكالو حالي لبابيي هشيس كان لسعود كإلكتروني قاية كنتين ردع كاس أوهري لوسيي ننحي اللبانة وأي مدحوينها قرابيين أفر قولها وسيرة حكومة فدرالكا أيا سيدو كالحالي بابيي هشيس كفايا دوركا أي دولة دهو سيحمر لعقا فايا دوركا أيا علاس بدن كوريدي دن يرتمغا لدى مقدشو إيادو وكي لدى كسعودة قبل كبنادر أي قاداين لعقا كالدوان أو دحيا شاني طبن إلا سودون دولار مشروعاً إساقنا ولها وسيرادو واجو جيان دادكونا وإن ويحي ما أنت كدن بأي إسكا قبطان حدي أركان قفر هادين آيا لعاك فايا دورا قوامدان آيا كده شي كدي مركي دولادة فدرالكا يقنع سدو دفريستان سيدو كالي مدحوين حسن شيخ محمود أيا سي شخصي الله شايغي إنو قنع سدك قعود صدي إني لسو عدسيان عن شورت إيبكا إساقونا وبابين دونو ولي سيداي كعبان آيان ee ka jira dakada magaalada Muqdisho sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aamadan kaga hortagaysa shir weyn oo ay ganacsatada Muqdisho yeelan lahaayeen sabtida soo aadan kaas oo ay ganacsatadu rabeen inay ku shaaciyaan go'aan ay ku joojinayaan shaqada dakada magaalada Muqdisho hadii aanay xilligaasi koor dawladdu qaadin wax tilaaba qaar kamid ah ganacsatada oo aan la hadalnay ayaa soo dhaweeyay go'aamada xalay ka soo baxay golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay sadeen akala aaminsan yihiin inay wali jiraan culayso kale u baahan in wax laga qabto labada tilaabo ee dawladdu ay u qaaday dhinaca bajajleyda iyo dhinaca dakada magaalada Muqdisho ayaa labaduba muujinaya inay jireen lacag sharci darro ah oo dul saarnaa dhinacyadan madaxweyne xasan sheekh iyo nidaamkiisu hadda waxay muujinayaan bisayl waxayna qaadeen tilaabooyin ay tahay in lagu bogaadiyo waxa sadin akala u baahan in aad loola socdo dhaqan galka go'aamadan maxay kula taadiga